السلام عليكم وحياكم الله واهلا وسهلا فيكم في تغطية إعلامية جديدة. احنا اليوم مع شركة فين فاست الفيتنامية للسيارات الكهربائية. هاي الشركة انطلقت في سنة 2017 وبدأت الانتاج سنة 2022. الشركة مرت في فترة صعبة شوي مؤخرا، كان في كتير تكهنات عن مستقبل الشركة، على اسعار اسهم المجموعة اللي مالكة لهاي الشركة، لانه رويترز من 3 أشهر قالوا انه الشركة ما قدرت تحقق الهدف المبيعات اللي كان عندها لهاي السنة، وانهم اجلوا بناء او تشييد مصنعهم في كارولينا الشمالية في أمريكا من سنة 2025 لسنة 2028، وهذا كله طبعا أثر على سمعة الشركة. لكن من كم يوم رويترز رجعوا قالوا أن الشركة حققت نمو في المبيعات وسلموا السيارات اللي كانوا ناويين يسلموها السنة، اللي هي أكثر من 100,000 سيارة. الشركة عندها وكلاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر وقريبا في المملكة العربية السعودية. الشركة عندها 4 طرازات حاليا، هي الـ VF6 VF7 VF8 VF9، وكل سيارة بيجي منها فئتين اللي هي الإيكو والبلس. الحلو في الموضوع انه معظم سياراتهم من تصميم شركة بينينفرينا الإيطالية، وهذا شيء رهيب، باستثناء الـ VF7 اللي هي برأيي أجمل سيارة عندهم، بصراحة تصميمها شوي فضائي. راح أورجيكم السيارات حاليا ونتكلم عن المواصفات. هذه الـ VF6 سيارة صغيرة كروس أوفر ب5 مقاعد، سعة البطارية فيها 59.6 كيلو وات ساعة، عندك نسخة الإيكو بتيجي 174 حصان والعزم 250 نيوتر، ومدى القيادة 400 كيلو. بالنسبة لنسخة البلس عليها 201 حصان وعزم 309 نيوتن ومدى قيادة حوالي 381. حاول أرجيكم كمان الداخل، طبعا تصميمها كثير جميل، يعني أنا قلت الـ VF7 أجمل واحدة، لكن حتى هاي والله جميلة، بدكم هيك جولة سريعة عليها. يعني طبعا كلهم عندهم هيك بتحس أسلوب تصميم معين كل السيارات ملتزمة فيه. هاي من الداخل، يعني المساحة مش كبيرة لكنها تفي بالغرض لعائلة صغيرة مثلا. هاي من الأمام طبعا عندنا شاشات لمس، شاشة لمس، وعندك يعني السيارة بسيطة لكنها جميلة. هذه الـ VF7 بصراحة أجمل سيارة، شوي بحسها هيك فضائية، شوفوا ما أحلاها هيك، أعطيكم نظرة سريعة. هاي طبعا 5 مقاعد برضو، سعة البطارية عليها 59.6 كيلو وات. نسخة إيكو بتجي ب 201 حصان وعزم 309 نيوتن ومدى قيادة 450 كيلو. نسخة البلس 384 حصان وعزم 499 نيوتن ومدى قيادة بيوصل ل 431 كيلو. الفكرة بصراحة لا، حجمها ممتاز، شكلها ممتاز، وزي ما قلنا هاي الوحيدة اللي مش مصممة من بينينفرينا، ومع هيك طالعة جميلة جدا. هاي الـ VF7 من الخلف، والله جميلة، يعني حرف الـ V كيكة جاي في كل السيارات على فكرة عندهم، مدمج في شكل السيارة في تصميمها، صراحة جميلة جدا. هاي السيارة من الداخل ما شاء الله جميلة جلد، عندنا هون عندنا هذه الشاشة، شاشة لمس، وضوحها ممتاز. فهاي الـ VFS7 السيارة المفضلة عندي في هاي المجموعة. هذه الـ VF8 أول سيارة حتكون متوفرة، بتيجي مع محركين كهرباء والدفع كلي. نسخة الإيكو 260 كيلو وات أي ما يعادل 201 حصان، تسارع من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثواني، والعزم 500 نيوتن متر ومدى القيادة 471. نسخة البلاس قوتها 300 كيلو وات أي ما يعادل 402 حصان، التسارع من 0 ل 100 كيلومتر ساعة بيتم خلال أقل من 5.5 ثواني، والعزم 620 نيوتن متر ومدى قيادة 457 كيلو. بالنسبة للعجلات على هاي السيارة 19 إنش على الإيكو و 20 إنش على البلس. من الخصائص المتوفرة عندنا هون نظام تثبيت سرعة تفاعلي، كاميرا بزاوية 360 درجة، خاصية ركن السيارة عن بعد من المستوى الثاني، ونظام المحافظة على المسار. هاي السيارة من الداخل، شاشة لمس كبيرة، الجير هون غيارات جميلة جدا. لا السيارة حلوة بصراحة وفخمة ومهيوبة، يعني ممتاز ممتاز ممتاز. الـ VF9 هي الأكبر، سعة
7 مقاعد، سعة البطارية 123 كيلو وات ساعة، نخد الإيكو 402 حصان وعزم 620 نيوتن متر، ومدى قيادة حوالي 531 كيلو، نسخة البلس 402 حصان ومدى قيادة 468. صراحة برضو هاي مهيوبة. السيارات هاي مكفولة 10 سنوات أو 200 ألف كيلو، البطارية عليها كفالة 10 سنوات بدون أي كيلومترات محددة، فيعني مفتوح الموضوع. هاي كنظرة سريعة عن الشركة عن سياراتها، بصراحة تصميمها جميل، حلو نشوف شركات من دول جديدة زي فيتنام، ونتمنى لهم كل التوفيق. حاليا زي ما قلنا هم موجودين في دولة الإمارات، سلطنة عمان، ودولة قطر، وقريبا بتخيل في المملكة العربية السعودية حيتم افتتاح صالات العرض. هذه الـ VF3 سيارة صغيرة كتير، شكلها غريب بس يعني مش موجودة حاليا، ما نعرف إذا حيوفروها ولا لا. تصميمها زي المكعب لكنها غريبة. حلو، زي ما قلنا بلد جديد مدخل على الساحة، جميل. هذا البيك اب من فينفاست اسمه وايلد، والله بصراحة فعلا انه وايلد اسم على مسمى، شكله كتير حلو، نفس فكرة التصميم الأهمية. شوفوا العجل ما أجمله، لا بصراحة رهيب. عندك السويسايد دورز اللي بتفتح في الخلف، بصراحة لا تصميم فني جميل. المقاعد شوف ما أحلاها، للأسف ما بنقدر ندخل، لكن شوفوا ما أجمله. شوفوا شوف كيف هو أنا هيك مشمواه، طلع العتبة، والله رهيب. هذا بتخيل يعني هي نسخة تجريبية هاي، لكنها والله جميلة. شوف والله انها رهيبة رهيب 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 السيارة هاي، يعني حتى في عندك كاميرات جانبية، ما عندك مرايا. شوف كيف هون، والشاشات موجودة في الداخل.